أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من سلسلة محاضرات التعديل باستخدام الذكاء الصناعي وطبعا باستخدام برنامج فوتوشوب. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية إضافة البدلة الرسمية إلى الصور. مثل ما نلاحظ عندنا هذه الصورة طبعا لشخصية تلبس التيشيرت. راح نضغط على أداة الريكتانجل تول، هذه طبعا الأداة، وطبعا راح نبدي نحدد بهذه المنطقة، نحدد الجسم الخاص بالشخصية طبعا ما عدا الرأس. وطبعا من هذا الخيار أداة الكتابة راح نخاطب برنامج فوتوشوب أو نخاطب الذكاء الصناعي بإضافة البدلة من خلال كتابة سوت، وطبعا نضغط على جنريت. مثل ما نلاحظ طبعا بدلة جميلة، بإمكاننا أن نعدل الصور بطريقة أخرى، مثلا ممكن نختار هذه الصورة. أنا أعتقد أنه هذه الصورة هي مثالية وطبعا رائعة.